الآن مباشرة نذهب إلى الزميل عوض الغنام الذي ينضم إلينا من محافظة سوهاج. أهلا بك عوض في هذه الجولة الإخبارية. هل يبدو الوضع لديك مشابه لما تحدث عنه الزميل محمد باء في الجيزة من تزايد عمليات الإقبال وإقبال الناخبين في ختام اليوم الأول من عملية التصويت؟ نعم همام، هناك تباين ما بين الانتخابات سواء في الحضر أو في الريف. تعرف أن المجتمع هنا في سوهاج هو مجتمع ريفي بامتياز، وهذا التباين تم رصده من خلال غرفة العمليات هنا في المحافظة التي يشرف عليها بشكل مباشر محافظ سوهاج. أهم ملامح معالم هذه المتابعة أنه لم يظهر حتى الآن ما يؤثر سلبا على صفو العملية أو يعكر على صفو العملية الانتخابية التي قدمت إليها كل الدعم اللوجستي الكامل من خلال التعاون بين كل الجهات التنفيذية هنا في محافظة سوهاج. لكن هناك ملاحظات عدة سأحاول أرصدها لك سريعا في المشهد الانتخابي لاحظناه حتى هذه اللحظة منذ الساعة 9 صباحا حتى الآن. الملاحظة ربما الأهم على الإطلاق هو تعود الناخب المصري بعد استحقاقات انتخابية خمس في وقت قياسي نحو 100 يوم على الإجراءات الاحترازية والتباعد. يعني غالب الناخبين الذين كانوا يدخلون هذه اللجان كانوا يأتون معهم الكمامات، نادرا للغاية أن يأتي ناخب بدون أن يكون معه كمامة. وبالتالي هذا انعكس إيجابا من خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة. نتكلم على الاستحقاق الخامس، كان مجلس الشورى ثم عادت في مجلس الشورى ثم الجولة الأولى ثم الثانية. نحن الآن نتحدث عن الإعادة في الجولة الأولى. الملاحظة الثانية هو حضور إيجابي للمجتمع المدني متمثل في عدة جهات. مجلس القومي للمرأة هنا في سوهاج كان له مبادرة رائعة طالب فيها المرأة الصعيدية تحديدا السوهاجية بالذهاب بالاستحقاق الدستوري الذي أعطاه لها الدستور المصري وتصطحب معها أولادها وأفراد أسرتها، وكانت هناك فكرة اسمها طرق الأبواب طرقت من خلالها أبواب المرأة هنا لحثها للذهاب لتفعيل هذا الحق الدستوري. المبادرة الثانية أو الملاحظة الثالثة عفوا كانت من خلال مسؤولي ملف الإعاقة في محافظة سوهاج، وأنتجوا فعلا فيلما تسجيليا دعوا فيها للذهاب لذوي الهمم بالمشاركة السياسية، ووفروا من هم لديهم التعامل مع طرق الإشارة. في كل لجنة كان هناك كرسي وفرة بسهولة لتيسير هذه المهمة. على كل حال المشهد ما زال قائما. تتقاطر في هذه اللحظة على الانتخابات هنا في سوهاج نحو 1000 لجنة فرعية، 670 مركزا انتخابي، عدد كبير من المشاركون في العمليه الانتخابيه يدلون بصوتهم الان حسب التقارير التي تاتي الينا من غرفه العمليات. الدوله الجهه التنفيذيه بكل مؤسساتها هي على مسافه واحده من كل المرشحون في هذه العمليه الانتخابيه. 3 مليون من اهل سوهاج رقم قياسي للغايه، يستحقون هذا الرقم الكبير في البرلمان القادم 27 مقعدا، نصفهم تم انجازه عمليا نحو 13 في انتخابات القوائم، يتبقى الان 14 مقعد يتم التنافس عليه الان. عودة لك يا عم. الزميل عوض الغنام مراسلنا من سوهاج، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله، وبدوري اشكر جميع الزملاء الذين كانوا معي في هذه الجوله. الزميل محمد عبد العزيز كان معي من محافظه البحيره، وايضا الزميله ساريه ياسين كانت معنا من داخل الهيئه الوطنيه للانتخابات بالقاهره، الزميل محمد باء كان معنا من الجيزه، واخيرا عوض الغنام كان معنا من سوهاج. شكرا جزيلا لكم على كل هذه التفاصيل.